مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. نادي الفتح الرياضي يوجه صدمة قوية لجماهير نادي الرجاء البيضاوي بسبب هذا القرار قبل المواجهة بين الطرفين. رغم تسجيله للهدف ضد سيلتا فيغو، مدرب إشبيلية الجديد يوجه إنذار شديد ليوسف نصيري لهذا السبب. إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تصدم نادي تشيلسي بهذا القرار بسبب المغربي حكيم زياش. نجم من نجوم نادي أرسنال يفضل تمثيل المنتخب الوطني المغربي عوض تمثيل منتخب أوروبي. نادي برشلونة الإسباني يكشف عن مستقبل المغربي عبد الصمد الزوزولي مع الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. طرحت إدارة نادي فريق الفتح الرياضي تذاكر مواجهة الرجاء الرياضي المقررة اليوم السبت على ملعب المولاي الحسن ضمن الجولة 22 من البطولة الاحترافية القسم الأول. وفي إطار الإجراءات الاحترازية تقرر عدم بيع تذاكر في شبابيك ملعب المولاي الحسن، وتم تحديد نقاط واحدة لبيع بأكاديمية نادي الفتح. وقرر مسؤولو الفتح الرياضي عدم تخصيص تذاكر لجمهور الرجاء وإرسالها للفريق البيضاوي، وذلك تفعيلا للقرار منع تنقله إلى الرباط. وأكد الفتح الرباطي في بلاغ له أنه لن يقوم بإرسال حصة الفريق الضيف من التذاكر تطبيقا للقرار المنع النقل الذي تم اتخاذه من طرف السلطات. ويحتل نادي الرجاء الرياضي المركز الرابع في الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الفتح الرباطي في المركز الثالث ب 38 نقطة. قام خوسي لويس ميندي ليبار مدرب نادي إشبيلية الجديد بتوجيه تحذير لجميع اللاعبين وخاصة الدولي المغربي يوسف نصيري بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة سيلتا فيغو عقب خلعه لقميص احتفالا بتسجيله الهدف الأول للنادي الأندلسي. وقال ميندي ليبار في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: الحصول على بطاقة صفراء لخلع القميص يبدو لي أمرا سخيفا، المباراة طويلة جدا ولا أفهم اللاعبين حين يقومون بمثل هذه الأشياء. وأتم مدرب إشبيلية حديثه بالقول: لقد طلبت من اللاعب ألا يكررها مرة أخرى. وافتتح يوسف نصيري التسجيل في مباراة إشبيلية وسيلتا فيغو مساء يوم أمس الجمعة في حدود الدقيقة 34، والتي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما. ما زال حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي في اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان على وشك ضمه في الميركاتو الشتوي شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة، لكن الصفقة تعثرت بسبب تماطل في إجراء الإداري من جانب الفريق اللندني. وحسب المصادر الفرنسية فإن فريق العاصمة الفرنسية ما زال على تواصل بالدولي المغربي، وأنه سيقدم بعرض جيد في الصيف المقبل حيث يجهز عروضا لهذا الغرض. وعاش حكيم زياش وضعا صعبا مع المدرب المقال غراهام بوتشر، ولا يعرف كيف سيكون وضعه مع المدرب القادم الجديد فرانك لاميبارد الذي كان وراء تعاقد نادي تشيلسي مع حكيم زياش في صيف 2020. ومهما كان فإن اسم حكيم زياش على رأس القائمة اللاعبين الذين سيغادرون ستانفورد بريدج في الصيف القادم، خصوصا بعدما أبرم النادي اللندني 9 صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي المنصرم. تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سياساتها الناجحة في استقطاب المواهب الشابة الواعدة التي تنشأ في أكاديميات الكرة القدم الأوروبية وتتألق في صفوف أندية قارة العجوز. وفي الوقت الذي يتزايد فيه العدد اللاعبين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يفضلون اللعب للمنتخب المغربي عوض عن البلدان التي يقيمون فيها، يستمر كشاف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في العمل الجاد لإقناع المواهب الشابة بالانضمام إلى منتخب الأسود. وفي هذا السياق أكد المصدر الجامعي المسؤول أن الجامعة الكرة المغربية تتابع بشكل مستمر أداء اللاعبين المغاربة في الفريق الأوروبي، وخاصة الثنائي المغربي صلاح إسماعيل وأولاد محمد الذين يلعبان في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي ويحظيان بانتباه العديد من الأندية الأوروبية.
وقد نجح الشقيقان في إثبات أنفسهما كلاعبان من المواهبين، حيث يلعب صلاح صاحب 19 عاماً في خط وسط الفريق الثاني لأرسنال، فيما يلعب إسماعيل صاحب 18 عاماً كظهير أيمن في الفريق الأول. وقد بدأ إسماعيل مسيرته الكروية في النادي فيندور الهولندي قبل أن يعتقل لصفوف أرسنال رفقة شقيقه. كشفت صحيفة سبورت في تقرير لها عن رغبة إدارة نادي برشلونة في بيع عدد اللاعبين والحصول على مبالغ كبيرة من أجل تمويل صفقاتها خلال الميركاتو الصيف المقبل. وأكدت الصحيفة استعداد نادي برشلونة للتخلص من جميع اللاعبين المعارين باستثناء الدوري المغربي عبد الصمد الزازولي الذي تنتهي فترة إعارته لنادي أوساسونا يوم 30 يونيو القادم. وأوضحت ذات المصادر أن النادي الكتالوني يريد جني 120 مليون يورو من بيع بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصا الأسماء التي لا يعتمد عليها كثيرا تشافي هرنانديز وأخرى تملك عروض قوية قد تسمح برحيلها عن الفريق. هذا وتأمل إدارة نادي برشلونة في التوصل بعروض جيدة جدا من أجل بيع عقود بعض اللاعبين من بينهم أنسو فاتي، فيران توريس وجوردي ألبا. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.